أنا لا أصدق أن لهذا الكون إلها. عقلي لا يصدق هذا. ماذا؟ كيف تقول هذا الكلام يا رجل؟ إن الله هو الذي خلقك وخلق كل الكائنات. لا لا، عقلي لا يصدق هذا الكلام. إذا نحضر لك عالمنا الكبير وسوف يرد على كلامك هذا ويلقنك درسا لن تنساه أبدا. بل أنا الذي سألقنه درسا وسوف ترون. حسنا، سوف نرى. أين عالمكم هذا؟ لماذا لم يأتي إلى الآن؟ أنا واثق بأنه سيأتي بعد قليل، فلقد أعلمناه بكلامك الذي قلته وأخبرنا أنه مستعد لمناقشتك. يبدو أنه خاف مني وخدعكم بهذا الوعد وهرب لأنه يعرف أنني سأهزمه. انظروا إلى القارب في النار، إن فيه عالمنا الجليل قادم إلينا. معذرة على تأخر، لقد ظننت أنك نسيت الموعد. وأنا خشيت ألا تحضر اليوم. كلا، لم أنسى الموعد، ولكن وأنا في الطريق إلى هنا لم أجد قاربا أعبر به النار. وماذا فعلت سيدي؟ لا شيء، انتظرت على الشاطئ مدة طويلة وفجأة رأيت شيئا عجيبا. شيئا عجيبا؟ ماذا رأيت سيدي؟ سوف أحكي لكما. بعد طول انتظار ظهرت فجأة مجموعة من ألواح الخشب هكذا وحدها، ليس معها أحد من الناس، وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربا. ثم اقترب القارب مني حتى وقف أمامي، فركبته وأنا مندهش، وسار القارب بي في النهر بدون قائد أو أحد يحركه حتى وقف في المكان الذي أريده بالضبط. شيء عجيب، لم أسمع بهذا من قبل. كلا، هذا كلام لا يصدق. كيف يجتمع الخشب وحده ويصبح قاربا دون أن يصنعه أحد؟ وكيف يتحرك بك دون أن يقوده أحد؟ عقلي لا يصدق هذا، هذا جنون. الحمد لله، إذا كيف يصدق عقلك أن الشمس والقمر والسماء والأرض وكل الكائنات قد صنعت نفسها من غير أن يخلقها الله؟ ماذا؟ ماذا تقصد؟ يا هذا، إن كنت لا تصدق أن الخشب صنع نفسه قاربا وأنه لا بد له من صانع، فعليك أن تؤمن أن كل الكائنات مستحيل أن تخلق نفسها بنفسها، وأنه لا بد لها من خالق وهو الله سبحانه. نعم صدقت، كلامك معقول. آمنت أن لهذا الكون إلها خالقا وهو الله. آمنت بالله، آمنت بالله. الحمد لله على إيمانك بالله. الحمد لله، الحمد لله الذي هداني للإيمان به. الحمد لله.